صحينا الصبح، أسبوع جديد، توجهنا على مطبخ توب شيف بسيارات النيسان. دخلنا على المطبخ نصنا في المكان، أغلب اللوكرز صاروا فاضيين. شوف الضوء الأحمر، شوف 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 شوف. رن جرس الإنذار، دخلنا على المطبخ. أوكي. الله 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 الله. أوكي. كيف كده؟ مسكت راسي، قلت في حاجة النهاردة حطير النافوخ. الحكام لابسين شاف جاكيت لأول مرة بيكونوا بالاختبار، تلاتتهم موجودين. قدامهم كلوش كده محطوط ومتغطي كله. صباح الخير شيف. صباح الخير شيف. صباح الفل. صباح الفل. اليوم نحن الثلاثة ضيوفكم في الاختبار. أوكي، شكل اللعب اليوم على مستوى عالي. عشان تعرفوا إيش المطلوب منكم، نبدأ بسحب السكاكين. هتبقى كل حياتنا على طول سحب سكاكين. الشيف اللي حيسحب أول سكينة أول واحد هو. تفضل شيف تشير. شيف مارون. شوف مارون، ديما نحن ديما نحن ديما نحن، خليهم عشان شوي ياخذ السكينة. دي المرة مو انتوا رح تسحبوا السكاكين، نحن اللي حنسحبها. اوكي شيف مارون، تفضل اسحب أول سكينة. طب شيف مارون هيسحب لنا المكونات ولا هو اللي هيقسم لنا الفرق لو هي تقسيم فرق؟ هي أنا؟ ميادة. شيف ميادة. أنا شو بعمل؟ بجي؟ يعني أوكي ما بعرف شو، بس انبسطت. أنا حسحب تاني سكينة. شيف عبد الله. شو عم بيصير؟ تفضل شيف بوبي. شيف أيمن. هلا عم يسحبوا الفريق. شيف وسام. صرنا بنتين دحين في فريق الشيف مارون. شيف مارون ايش بتجمع البنات ولا ايه؟ ان شاء الله ما يكون عندنا سمك اليوم. يلا انا حسحب تاني سكين. شيف شهاب الدين. شيف محمد. شيف بشير. تشرف بيك. شيف حسن. يعني انا عندي شيف اسامه. لحد هاللحظة هاي ما عرفنا حنكون تيم مع بعض أو واحد ينافس الثاني. الحكام راح يطبخون معانا، متوترين وما نعرف ايش راح يصير. باختبار اليوم كل واحد مننا اختار المكون المفضل عنده في المطبخ، والمطلوب منكم تحضروا أطباق تبرزوا فيها دي المكونات. شيف ميادة، شيف وسن، شيف بشير، انتوا حتستخدموا مكون شيف مارون المفضل. ان شاء الله مكون لبناني. كريلا طحيني. طحيني مكون لبناني ملعبي. شيف مارون، ليه الطحينة مكونك المفضل؟ أول شيء بتشبه مطبخنا اللبناني، فينا نحضرها بأطباق باردة، فينا نحضرها بأطباق سخنة، وفينا نحضرها بأطباق حلا. فبتمنى اليوم تحفوني بالتحضير تبع المكون. المفروض إنه أعمل يوم كتير منيح. شيف عبد الله، شيف شهاب الدين، وشيف حسن، أنتوا حتستخدموا المكون المفضل عندي، هو للصراحة أنا قلت أكيد الشيف منى مخبيت لنا يا تمر يا هيل. لا طلع لا تمر ولا هيل. الفنال. الشمر. ده حلو الحمد لله، في تفاؤل اللي فيه بشاير خير. أحب الشمر عشان عنده شخصية كده، يقعد في الطبق يقول أنا شخصية. كتير تستخدم كل أجزاؤه، يسوي طعم مرة مرة لذيذ. نستخدمه كمان في المعمول، في أشياء كده تذكرك بأشياء مرة حلوة. أحاول أنافس الشيف منى النهاردة بالشمر اللي هي قدمته. شيف أيمن، شيف محمد، وشيف أسامة، أنتوا حتستخدموا مكون شيف بوبي المفضل. أتوقع إنه الشيف بوبي حيجيب إشي آسيوي. ترافل. بلاك ترافلز. أنا كيفت، ومكون غالي يعني أكيد إنه الواحد بيحب يشتغل فيه. يقول عليها الذهب الأسود. التكستشر is very phenomenal. It's a kingdom of its own. نحب نخدم بها. ما هي الطعم بتاعه ما نحبوش برشا. بعد ما تعرفتوا على مكوناتنا المفضلة، معاكم 35 دقيقة لتحضير الأطباق. 35 دقيقة قليلين أوي الصراحة. جاهزين؟ جاهزين. وقتكم يبدأ دحين. كل صار يركض عن جد، يعني هاي المرة فيش وقت. أول حاجة اللي عملتها مشيت شميت البلاك تريفل، مش نختار الأحسن وحدة. خذيت البلاك تريفل متاعي حطيته في الستيشن ومشيت على المخزن. أول ما شفت الكاميرا حطيت براسي راح أسوي ستيك، ودخلت على التلاجة اللحمة، خذت لحمة الفيليه العجل. مفيش مكون زي الترافل.
يعني دي it's very rare, it's very special. ما فيش حاجة زيه. حبيت نعطي قيمة معناها للترافل ما دام هي غالية دونك لازمها لحمة باهيك. جبت لحمة فيليه لهجة على طول كده. وين الطحينة حدا شايفه؟ مع 35 دقيقة لحضر الطبق استخدم فيه المكون شيف مارون المفضل اللي هو بالطحينة. ما إلى حدود استعمالية الطحينة بالمطبخ. يعني أكيد شيف ميادة حتعرف كيف تسوي شيء لذيذ بالطحينة. فكرتي هي طاجن الأرنبيط على الطريقة اللبنانية. الأرنبيط وطحينة مرة لذيذ. بهالمكونات فيهم يعملوا كتير أطباق. شكله شيف عبد الله بيسوي حلا بالشمر. طلع لي شو مهر كونه الشيف منى كانت عم تقول إنه هن بيشتغلوا فيه بالمعمول فقالت خليني أعمل كرامبلز. إن شاء الله يا رب يكون عند حسن ظننا. باي. أنا حروح أشوف مشتركين إيش حيسووا. خلي الشمر اللي يفوز إن شاء الله. شوف الشيف منى بتحب طعم الشمر مع الحلا فلازم أعمله حلا. لا والله مختار مكونات حلوة كلام كبير. أنا فكرت في أشتغل على الشمر ذات نفسه بأكتر من تكنيك أشويه وأعمله سوتيه بالزبدة مع السكر وأحشي بيه عجينة التوليب وأعمل منه زيت. وأحس كمان حط له شوية شمر ناشف ولا؟ حاضر أنا ده بكرمله كده كده وأحطه معايا. في حكام بيزيد الثريث وفي حكام ما بتزيدش الثريث. لو كان شيف مارون هو اللي كان معايا كنت هتوتر جدا لأنه هيبة وبيأدي. شيف ميادة شو؟ رح أعمل الأرنبيط منكهة بسمك كأنه سمكة حرة مع توم وكزبرة. رح أعمل أرنبيط طحينية مثل السمكة حرة طاجن. يلا ما بعرف توترت. عم تعملي أرنبيط مثل سمكة حرة بطحينة يعني؟ إيه مثل الطاجن. ولا بدل ما يكون سمك رح يكون أرنبيط؟ نعم. حسيت من وجهه إنه حب الفكرة. إن شاء الله تطلع الطعمات طيبة مثل ما بدي لحتى يحب الصحن. 20 دقيقة حسوي طبق ستيك زي طعوم الشاورما بس مش مرة عشان الطحينية يعني. أنا اليوم أبغى أخلص الصحن وأبغى يكون جميل ما أبغى مصيبة الأسبوع اللي فات ما أبغى. بشير شو عم تعمل؟ إحنا عندنا حلا يسموه حلاوة رملية. رملية؟ الرملية بطحينة وسكر وجوز ولوز ومكسرات على الوجه. يعني أنا بدي فريقي يعمل أحلى شيء اليوم. لازم الفين العايز يفوز. بالنسبة لي إن الفينل حبيب قلبه التفاح الأخضر. والله خلاص عديته وزوجته خلاص. التفاح الأخضر دايما بيمشي مع الشمر. أنا بالنسبة لي بحب المكونين مع بعض. فينل هعمل منه جريلد وهعمل منه بيوري مع التفاح الأخضر وهعمل منه طرطار وهعمل منه شيبس. بس انتبع على طريقة التقطيع طيب عشان شيف بوبي لا يغلس. تمام. ميني قاعد ننظف اللحمة شيف بوبي يعمل هيك. يعني وقتها مشيت في مخي اللي هو فيجيتيريان يسوي النباتي لحمة. شو بدل لك رأيك تولي تحب اللحمة؟ نعم إن شاء الله. أنا النباتي مش عشان مش بهاب اللحمة، أنا النباتي عشان بحاول to fix the environment. يمكن تاكل القرنش اللي مع اللحمة تنسى اللحمة كلها. ماشي. شوف محمد لحمة مع مشرومز وترافلز. مشروم بوتيتو ترافل والمشروم هعمل مشروم بيست هيكون زي الصوص. شويت الستيك على الجريل جهزت المشروم رجعت طحنته بالخلاط مع الترافل. بتعمل لك شيبس ولا ايه؟ لا باش نعمل ديسرت. ديسرت؟ ديسرت. ديسرت؟ ديسرت. With potatoes؟ With potato and truffle, yes. هي مخاطرة كبيرة على الرخام. ماروني شيف ايمن هيشتغل مع الترافلز حلويات بالبطاطس. عادي. عادي؟ عادي. اكيد عادي. عادي الطحينة رح تغلب الترافل اليوم. حتغلب الترافل بس ما حتغلب الشمر سوري بعتذر منك خيي. عم بسمع الحكام مثل ما نحن عم نتنافس هن عم يتنافسوا. بعدين انا معي فريق بنات انت على طول بتشجعي البنات شيف منى. ما انا دائما معاكم الا اليوم سوري. المطبخ مشدود بس في نفس الوقت لطيف. ثلاث شيفات اول مره يكونوا شغالين معانا كله عمال يجري ويروح ويجي. شيفس بقى معكم 12 دقيقه ونص. 12 دقيقة ونص لازم اجيب الخلاط واضرب البيوري بسرعة. ايش تحتاج؟ الخلاط. ايه كرم ده يا شيف منى يعني الصراحة كتر خيرك. انتي غشاشة. لا والله انا عايز اساعده يا حبيبي. لو كسبتي هتكسبني بطريقة اقلي. لا انا بساعده حبيبي انسانية. اقلي. الجو مرة لطيف، احس انه احلى اختبار مرينا فيه. سبع دقايق. حمص اللوز صلصة الطحين على النار شيف مارون عم بيراقبنا. تحطي لها شوية برتقال فيك تحطي لها شوية كريم فريش إذا بدك. هيدا مش رأي هيدا أمر هلا رح ننفذ. منى مارون شيف بوبي بنساعده. It's winning ugly. لا لا طبعا يا شيف بوبي خلاص هتغشوا وأنا هغش كمان. شفت معناتها شيف بوبي خذ الكريمة متاعي مش يعمل شانتيه متاعي. ثانك يو ثانك يو سو ماتش شيف بوبي. دوق الأول
ما تبصليش انا ماليش دعوه. شيف بوبي مش يعمل جو معنا. هات هات ركز على حاجه تاني. وجود شيف بوبي معنا اليوم احساس بيه محلاه. يلا يلا بعد في 3 دقايق. يلا يا شيف محمد اديله. يلا يا طحينه. ولا تفصيل اليوم رح انسى. عيني على الحصان. باقي دقيقتين. خلص كبس. يلا 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 يا انت. 5 4 3 2 1 خلص وقتك. ارفع يدك. رفعنا ايدينا لفوق مش بس نحن، والحكام كمان رفعوا ايديهم لفوق. والله ضحكه اشخاص كان جايوا الاختبارات الكل لك. ثانك يو شيف. ثانك يو. ويل دان. خلص وقت الاختبار، هلا صار وقت التذوق. حنبدا تذوق اطباق الشيفس اللي استخدم مكون شيف مارون المفضل اللي هو الطحينه. شيف بشير، شيف مياده، وشيف وسن، تفضلوا. صار وقت نعرف اذا الشيف مارون رح يحب الطحينه بصحنه او رح تبطل مكون المفضل. يديكم الف عافيه شيفس. الله يعافيك. شيف بشير تفضل قول لنا عن الطبق اللي حضرته باستخدام الطحينه. عملت حلاوه رمليه عراقيه، وعملت تول بسمسم، وعملت تكرم بالبسمسم وطحينيه وسكر معاها. شيف مياد عارفين على طبقك. عملت طاجن القرنبيط بالطريقه اللبنانيه. سويت ستيك دبل زي توابل الشاورما، وصوصين طحينيه، واحد بالنعناع والبارسلي والثاني بالجزر والكمون. شيف مارون اشرك في 3 أطباق من حيث طريقه التقديم. ثلاثتكم عملتوا شغل كثير حلو وفاجئتوني بطريقه كثير ايجابيه. طيب يلا ندوق. I'm liking this a lot. شيف وسن. So scared. يعني بصراحه كلهم عاجبني، بس شيف بشير عمل شغلك لذيذ جدا. بس انا احس انه كان مره سكري ومره طحينه. شيف وسن حسيتها اكثر وحده، يعني سوت شيء مختلف. حبيت فكره الفيليه الشاورما بس ما رحت للاخر فيها بالطعمات. شيف مياده فكره الطاجن بالارنبيط حلوه، وفي طعمه الطحينه والحمضيات متوازنه بشكل رائع. شيف مارون طب مين اكثر احد من 3 أطباق اتحفك؟ الطبق اللي فيه اقل اغلاط تقنيه وظابط هو طبق شيف مياده. كنت عارفه. صار وقت مكوني انا المفضل. شيف عبد الله وشيف شهاب الدين وشيف حسن تفضلوا. شيف عبد الله كيف استخدمت الشمر في طبقك؟ اول ما حضرتك حكيتي عن الشمر بتشتغلوا فيه بالمعمول، فاستوحيت دغري انه اعمل شيء كرامبلز من الشمر. رجعت عملت الكريمه من الماسكربوني تشيز وكمان كريم شانتيه، عملت صوص غليت فيه كعب الشمر. شيف شهاب الدين عنده هنا جوز التفاح مع الشمر، خبرهم قصه الحب اللي صارت. انا بالنسبه لي ان التفاح الاخضر بيمشي دايما مع الشمر او انواع التفاح، فعملت طرطار من التفاح الاخضر والشمر وحطيت فيهم شويه صغيره من الزبيب، وعملت كريم معمول بالتفاح الاخضر والفينل وريديوس البرتقال. شيف حسن حاولت استخدم الشمر باكثر من طريقه، شويته على الجريل، بعد كده نزلته في السكر البودره وعملته سوتيه مع الزبده والسكر وحطيته جنب كريمه الليمون، وضربت الكريمه مع زيت البرتقال وحطيت معاه شمر وبرده شوحته بالزبده، وعملت عجينه الملفيه وحطيت فوق منها الاخضر بتاع الشمر وكريمه البرتقال. الله يسعدني الهمتكم. شكرا. خلينا نبدا ندوق. حبيت كيف اشتغلتوا كيف فكرتوا بالفنل، والحلو انه كل واحد منكم راح باتجاه معين. يمكن شيف حسن وشيف عبد الله رحتوا باتجاه الحلب، شيف شهاب الدين حسيتك انت متارجح بالنص، مش عارف اذا عم باكل حلب ولا عم باكل طبق مالح. شيف حسن طبق زي دي هيت بيوديني to my youth. Explosion of الفانل جميل جدا. انا مره عجبني طبق شيف عبد الله، كرامبل لذيذ وفكرته لما شفتك كنت يعني مبهوره فيه كنت بتسويه، مره حلوه الفكره. بس شيف حسن طبقك خرافي صراحه، من اطيب الاطباق مو بس ذقناها منك، من اطيب الاطباق اللي ذقناها دي السنه. شيف منى قولي لنا لكن اي طبق بين الثلاثه اللي عجبك اكثر شيء؟ طبق شيف حسن. شكرا. دحين صار وقت مكون عند شيف بوبي المفضل اللي هو الكمل الاسود.
ايش حضرتوا لنا شيف اسامه؟ عملت الفيليه بتاع العجل وعملت الدائرات بتاع الترفل والباقي حطيتهم في الجوس بتاع الترفل، والجوس صبيت منه على المشروم بعد ما شويته باش يطلع فيه نكهه الترفل. كمل الاسود عملته ديسير، البطاطا هي كونفي، عملت ريفيت باتر طيبت بها البطاطا وعملت كريمه مع الترفل وتونكا. استخدمت الكمق طريقتين، عملت من الكمق بيست اللي هو الصوص اللي على الجنب وعملتها مع البطاطا بيوري، كمان حطيت منها فوق البيف فيليه، طبخت الفيليه على الجريل وبالفرن كمان. طيب يلا ندوق. كلكم اشتغلتوا بترفل بس انا برايي ولا واحد منكم قدر يرفع ترفل للمطرح اللي لازم يحطوا فيه. انا بصراحه حسيت هم مره سووا اشياء دائما معروفه بالترفلز، غش في ايمن طبعا. يعني بتوديني في حتى عمر ما رحت في حياتي بوتيتو وذ ترفل ديزرت، لا شكرا. I would not order it. وبعدين شيف محمد عجبني الفكره، عجبني الصوص مع مشرومز، حاجه عظيم. شيف اسامه فيلي مينيون مع التارتوفو حاجه لذيذ. الافضل طبق بالنسبه لي شيف محمد. ثانك يو شيف. شيف ميادة وشيف حسن وشيف محمد اتفضلوا عندنا. كتير مبسوطة إن وقفة من بين أفضل ثلاث أطباق. طلبنا مكوناتنا المفضلة وانتوا سويتوا منها أشياء مرة حلوة، بس واحد منكم حيفوز بأفضل طبق في الاختبار. معلش يا شيف بوبي من غير ما تزعل، بصراحة فريقك على خفيف قدم أضعف الأطباق، خلينا نكون صريحين هنا. معك يا حق، بس عشان كده انت حتقول لنا مين كان الافضل بين شيف مياد من فريق شيف مارون وبين شيف حسن من فريقي. سوري شيف محمد، الفائز في اختبار هو او هي شيف حسن. ايوه فرحت جدا، ما كنتش مصدق. شيف حسن هتسوي من الفن الطبق في مطعمك ها، وتذكرني. أنا عايز أشكر الشيف منى وأشكر الشمر وأشكر كل المكونات اللي أنا خدتها وأشكر الجاكيت الأبيض وأشكر الجاكيت الأسود اللي هلبسه. مستعدين تتعرف على تحدي ده الأسبوع؟ مستعدين. تحدي ده الأسبوع هو تحدي فرق. مرش. وقبل لا أقول لكم تفاصيل التحدي حاطلب من شيف حسن يقسم الفرق. أيا كنت أنت قسمت مش هترضي الكل. كلنا خفنا من حسن. شيف حسن اتفضل اختار أول شيف الفريق الأول. شيف أسامة، الناس اللي هي خبرتها كبيرة وحبيت اللي أنا أفصلهم الأول. ومين تختار أول شيف الفريق الثاني؟ شيف محمد عطيه. الشيف الثاني في الفريق الأول مين؟ شيف بشير. الحمد لله شكرا، ما دام مع أسامة خلاص اللي يطلع خليه يطلع بعد عادي. وفي الفريق الثاني مين تختار؟ شوف ايمن. تشكيلة حلوة زي ريال مدريد وبرشلونة. بنظري أنا الشيف حسن حط الشيف أسامة والشيف أيمن بوجه بعض اليوم. أنا أصلاً قسمت أسامة وأيمن، ما حبيتش أحط اثنين من بلد في فريق. حسيته عنده خبث في مخه يحب يعمل، يحب يكسر الدنيا بعضها. في الفريق الأول مين تختار ثالث شيف؟ شيف عبد الله. والشيف الثالث بثاني فريق؟ شيف شهاب. بين شيف وسن وشيف مياد مين تختار في الفريق الأول؟ أنا وشيف وسن صحاب بالقدي حبيتها في الفريق متاعي. شيف وسن. شيف حسن حط وسن وحده وأيمن وحده. مش مطلوب مني أرضي كل الناس. شيف وسن سيرتي مع الفريق الأول مع شيف بشير شيف أسامة وشيف عبد الله. شيف مياد إذا أنت في الفريق الثاني مع شيف محمد شيف أيمن وشيف شهاب الدين. في الفريق متاعي فرحان على الآخر. نجمش استنى شنو التحدي تو. الموسم اللي راح شهد توب شيف للمرة الأولى أول حرب من نوعها. حرب باردة. وهي الحرب الباردة. حرب من أقدر الحروب. بس استانس. الحمد لله. والله فعلا دي أحلى حصانة هاخدها. عجبتكم فكرة الحرب الباردة؟ حرب الباردة فيها استراتيجيات. لازم واحد يطلع الوصاخ اللي عنده يخليه بالتحدي. ده الموسم الحرب ما حتكون باردة. الحرب حتكون مثلجة ساخنة. ضمن فريقين أنا مطلوب من كل واحد منكم يحضر طبق ساخن، ومو أي طبق ساخن. ماشي. الشوربة. الشوربة هي سهلة على الآخر
والسعيب على الاخر. كل فريق منكم حيتحول لجنة حكم للفريق المنافس، وعليه انه يختار افضل طبق واضعف طبق في ذا الفريق، ومن بين اضعف طبقين تختاروهم كحكام حيكون عندنا الكلمة الأخيرة لمين حيغادر المنافس ده الأسبوع. يعني مصير واحد منكم في يدكم. في يدك. Oh my God. كل فريق مع اسم يحكم على الفريق الآخر. حاجة خايبة، شكونك أنت مش تحدد لي مصيري. حنديكم وقت قصير عشان تختاروا أسماء لفريقكم. الفريق متاعنا سميناه سهل وصعب. هذيك علاش باش تعمل شوربة نجم نكون سهلة وصعبة. أسامة قال إنه خلينا نسمي فريقنا الصراحة عشان إحنا حنكون صريحين. الفريق الأول إيش الاسم اللي اخترتوه؟ صراحة. صراحة، صريحين وواضحين. بصراحة نحب نشوف بصراحة شنو اللي عندهم. كله يضحك وأنا هما مش ناويين على الصراحة، عطاونا نظرة اللي هما باش يقصفونا. الفريق الثاني إيش الاسم اللي اخترتوه؟ سهلة في صعبة. من قواعد الحرب الساخنة كمان إن كل فريق حيكون بيحضر أطباقه لوحده، والفريق الثاني يجلس معانا على طاولة التذوق. شيف حسن عندك كمان مهمة، أي فريق تختار يجلس معانا أول على طاولة التذوق؟ فريق سهل وصعب. جيت تعزيز للفريق الثاني. شيف حسن حطنا نحن بوز المدفع أول شيء، ونحن أول مين يقدم أطباق. على جهتين هم راح يتذوقوا واحنا راح نتذوق، يعني اول او ثاني. حتروحوا على سوبر ماركت الدانوب عشان تتسوقوا مكوناتكم لمده نص ساعه بمبلغ 3000 ريال لكل فريق. ترجعوا بعدها المطبخ توب شيف عشان يبدا فريق الصراحه بتحضير اطباقه لمده ساعتين في الوقت اللي يجهز فيه فريق السهله الصعبه نفسه للجلوس الى طاوله التذوق. وبعد ما يخلص التذوق حتنقلب الادوار. ساعتين شربه ما لازمك تطلع شربه تتكلم بتاع توب شيف. خططوا كويس للحرب الساخنة وموفقين. شكرا. الحرب بلشت من لما تقسمت الفرق، في منافسة هالأسبوع شديدة. حسن مود الكبريت شعله ورميه بيناتنا مش تشعل الحرب ومشاله روح. حتكون حرب مش ساخنة، حتكون حرب ويا العنار. جاهزين للحرب الساخنة يا شباب؟ مولعين الرحمة لله، صواريخ جاهزة وكل شيء جاهز. احنا بس لو نعرف استراتيجية الفريق الثاني. انتوا هم سمعتوا بيوم من الايام اكو حرب نظيفة وشريفة؟ جايز حنسوي شوربة. شوف ايمن، شوف وسن هم اصدقاء، كلنا ما فرحانين هي معانا وهي تعرف هذا الشيء. وصلنا للدنوب. احنا قررنا كفريق الواحد يسوي شوربة شكل حتى الان كنا احنا بلون واحد وبملمس واحد. بصل اول شيء مشيت شريت كان البصل عاد وسام اللي هو بلون اسود. فكرت اني نعمل شوربة البصل بصل بنظرة أسامة. عاد عبد الله بلون ابيض وبلون اخضر مبرم على بازيلا مفرزني. عدة اثنين نفس اللون. راح نسوي شوربة عدس. قررت نسوي شوربة قرع عدس نفس اللون. قرع نفس اللون. شوف وسن قالت لا انا ما اقدر اغيره، مصرة اصرار قاتل على القرع. مش نعمل زوج شربات اليوم، واحدة بالعشب والثانية شربة القرع. هي بقرع وهو قرع، يعني راحت حكت معاه وجابوا نفس المواد، حتى إذا قلبوا المواد مثل الموسم الماضي راح يكونون هم مع بعض. هي حرب وبالحرب كل شيء مباح. اليوم الحرب سخنة على كل الميلات، يعني نحن عنا عدو برا وفي عنا كمان جبهة بالداخل الفريق اللي نحن فيه، فالله يستر. بالحرب أكثر شيء خوف الخيانة، لازم ناخذ بالنا. سنجوي توميتو. كل فريق بقسم الخضرة عم نساعد بعض. نو سليريك مان. You didn't find? No. كنت بدي اسوق شوربة الجذور الكرافس. What do you think? Cauliflower. Go for cauliflower. أنا بحضر شوربة كوسة مدخنة مع السمك. حدا جاب ثايم؟ لا. بدي أحضر اليوم شوربة الفليفل والبندورة المدخنة. أسامة جاي جاي جاي. يلا 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 يلا. أنتوا قاعدين تحطوهم سبرت ولا مع بعض؟ قسم بعد شوي منهم. يلا في خمس دقايق، ايش بدك؟ بدي بلسمك. طب سيبي العربيه روحي جيبه تعالي. حطوا لي اياه. يلا روح. هيدي روح الفريق، اعتمدت على عيون وركضت لحتى ادور على خلل بلسمك. اكسكيوز مي، بلسمك فينيجر. لقيت الخلل بلسمك، ركضت على الصندوق. يلا كم كم كم؟ بسرعة بسرعة. حسبنا 2056 جايز. وخلصنا.
خلصنا على الوقت. نحن كفريق السهل الصعب جاهزين للحرب اليوم. خلصنا من السوبر ماركت وتوجهنا على مطبخ توب شيف. وصلنا على المطبخ، احنا الفريق الاول اللي حنطبخ، فكرنا انه راح يقلبونا غراب، بس بدا الوقت. صرنا نطلع كل المكونات ونوزعها على بعض. عبد الله شوف لي عندك العدس. يلا حشوف. اسامه وين؟ هذا البصل جاي. اليوم في الحرب احنا نطبخ اول فريق، فريق ثاني نجم يشوفوا في ساعتين شنو نجموا نعملوا ويعملوا المستحيل باش يزيدوا علينا. قررنا باش نعمل شوربة بصل. اول ما دخلت قشر في البصل، قص البصل، قص البصل، قص البصل، هذا البصل مكانه. قصيت البصل الابيض وقصيت البصل الاحمر، خذيت ثلاثة مقالي وبديت نعمل في البصل. حبيت نعمل شوربة ما أي إنسان ينجم يعملها. الشوربة اللي راح أعملها هي مستوحاة من سوب اسمها بوتاج سان جيرمان، بيكون فيها الفازيلا والبطاطا مع بعض. فأنا اليوم عاملهم في سوب لوحدة، وزايد عليا أنا بهارات من عندي، وزايد عليا شرمس وسبان. لتعمل شوربة بمستوى توب شيف بدي أكثر من ساعتين. معي ساعتين بدي احاول استفيد منهم لاخر ثانيه. فخور نفسي عامل صحن بمستوى توب شيف، سميتها شوربه القوات الخاصه. بما انه انا اخوي عسكري بالجيش العراقي سويت له هاي الشوربه تحيه واهداء له. شوربه العدس هذه احنا عندنا وجبه اساسيه للجيش ينطوها. قسمت الوقت، اول شيء حخلي العدس على النار والدجاج على النار، اخليهم يفورون سويه. بس راح اخذ منه سوك الدجاج، ماي الدجاج راح يفيدني. بعدين راح اسوي تويل العدس وراح اسوي خبز نسميه خبز عروق، يعني خبز عراق. ثلاث دقائق يا شباب. إن شاء الله في هذا الوقت كمان أقدر ألحق أسوي خبز، ينحط كروتونز يعني على الشوربة. قررت إني أنا أسوي شوربة كرع. شوربة بسيطة، هسوي مع مرقة الدجاج عشان يديها طعم. أنا جاية أطبخ شوربة، بس فريقي يبغى يطلع أحد، فكانت حرب سياسية. احنا رايحين على طاولة التذوق ماشيين بقى كده، بحس ان احنا فندام في اكشن. ضلينا ماشيين بين النار وبين السيارات المولعة. وصلنا لجوه لعند طاولة الحكام. طاولة قرارات حربية مش طاولة تذوق خالص دي. شكلكم كده داخلين على الحرب حقيقي، حساكم حتكونوا جامدين يعني. ما في وقت للعب وما في مزح، نحن بحرب. شباب عندهم خطة؟ أنا ما أدري رح أكمل معاهم ولا لا. خالفتهم الرأي، ما حقدر إني أنا أقرر على شخص قبل لا أذوق الطبق. هم مثال في تونس يقول لك تبكي أمي ولا تبكي أمي. لازمك تعمل خندق داير بيه. مرتبين استراتيجية كيف حتحكموا؟ في استراتيجية. شكله باين كده. مش يحب يضرك، مش يطيح أول واحد في الخندق. مش عاجبني الوضع أبداً. الخيانة واردة بالحرب، حتى لو فريق. يم. شيف حسن عطاكم الأفضلية تكونوا الفريق الأول اللي عم يتذوق معنا الشوربة اليوم، ورح يكون عندكم كمان الأفضلية إنه تتعرفوا بفريق الخصم شو عمل، لأنه لما بتعرف خطة الخصم بتهين عليك المهمة. لازم ننتبه من الخيانة، خيانة تسقط بلد، خيانة تسقط فريق، خيانة تسقط جيش كامل.
يبغوا احد قوي يطلع اليوم، ما في احد مهتم بالطبخ صراحه. راحه ما بالحرب ما فهمش، بس ما دام بالحرب ماكو صراحه، ماكو 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 ماكو. اليوم مش بس الاطباء ممكن تكون سبب ان الواحد يفل، الاستراتيجيه كمان ممكن تكون سبب لهالشيء. يعني الخطه بس ما تضرش بيها حد قوي الا لو كان هو الحد القوي ده فعلا مقدم حاجه ضعيفه. تقسيمة شنيعة. تحس التقسيمة من جد شنيعة؟ طبعاً. مش عاجبك إن أنا معاك في الفريق؟ لا، أنت خير والبركة. خير والبركة. أشكرك. خمسة دقايق جايز، خمسة دقايق. طبول الحرب عن جد بلشت تطرى. نحن نعرف شنو بيش نعمله وجاهزين. أطباق فريق صراحة صارت جاهزة عشان يدوقها. متفاجئ صوت رجلين طب طب طب. جو جيش ولابسين عسكري وما شاء الله مين لمو هذا الجيش. عبد الله تنام معك. عبي للسكر. الخضرة بهاي والبيضة بهاي. هم صاروا يعدون عشرة، احنا بعد ما نعرف نشتغل. نسينا سبيني، نسينا سبيني. أربعة، اثنين، واحد. خلصت أنا والوقت على آخر ثانية. سلمني هون الراية للعسكر. قدمت لهم التحية كجيش هم. منين هن مصيرنا بين إيديهم. صار وقت ان احنا نروح على طاوله تذوق للاطفال. طلعنا من المطبخ فعليا كان اكو حرب موجود، اكو سياره مفجوره، خلاص اليوم حرب يعني. فريق صراحه وصل معهم عسكر جيش وراهم، كل واحد عنده اسمه وايمن جايب الكاب معناها درس لعبة مضبوطة. فيتين عند العدو بكامل العتاد، خلص نحن بنص المعركة. فريق الصراحة يديكم ألف عافية. الله يعافيك. شيف وسن تفضلي قدمي لنا طبق الشوربة اللي حضرتيه. قدمت طبق شوربة قرع وجزر مشوي مع مرقة دجاج وفيها قرفة وبابريكا وبارميزان تشيز. شكرا شيف وسن، تفضلي. شيف بشير تفضل قدم لنا طبق الشوربة اللي حضرته. اليوم نسوي لكم شوربة عدس عليها بموس عدس بنعناع وعندنا بصل كريسبي، واللي يحب السبايسي عامل تويل سبايسي اللي هو عدس، عندنا خبز عراقي اللي هو خبز عروق، خبطوها مع دجاج من الأسفل وكلوها مع الخبز العراقي. شكرا شيف بشير، يديك العافية. شيف أسامة تفضل قدم لنا طبقك. عملت شوربة متاع بصل خبيته من تحت التويل متاع البارميزان وفوقه تصبوا السوب وبش يتفرط البصل كله وترجع السوب أصلية، وعملت لكم التويل متاع الخبز متاع الكومباني. شكرا شيف أسامة، تفضل. شيف عبد الله آخر طبق حندوقه من فريق صراحة هو طبقك، إيش هي الشوربة اللي حضرت لنا إياها؟ عملت شوربة الفازيلا حطيت فيها سبانخ مع كليل الجبل والكرات والكرفس، عملت سوب تانية ببصل وثوم وبيبي شريمبس وبطاطا وكريم كمان طحنطة، وعملت خبز بزيت الزيتون والأوريجانو، بالنص عمل بزيت الزيتون البازيلا وعمل بيبي سبانخ كمان بزيت الزيتون، عملت البطاطا سي سكالوبس ستايل بخطة سوفيد وعملتها بانسير. لو سمحت كان في مشكلة عشان دي وسخة مش نظيف. نفس المشكلة في كله ونفس المشكلة اللي أنا زادها. وريني ياها شف أيمن. السوسير متاع أيمن مش مصخ نظيفة، ما له داعي هذا التمثيل. استرعيته نظيف هن عم يقولوا نفسه وسخه. ايمن مستقصد معناه عبد الله. كنت عم بسكب وبدي لحق احط اثنين سوب صراحه، وخلينا نشوف حتلعب استراتيجيه، حنلعب 10 استراتيجيات. شكرا، تفضلوا.
مثل ما نحن مصيرنا بين ايديهم، كمان هن حترجع الكرة لملعبنا ويصير مصيرهم بين ايدينا، حنصعب عليهم كتير كتير التحدي. خلينا نبدا بتذوق طبق شيف وسعن، تفضلوا. احنا متفقين على حركة نعملها في المعالق بالملعب، نحدد الصحن الافضل والصحن الاضعف. معلقة إذا انحطت قدام الصحن فراح يكون الصحن ضعيف، إذا انحطت هيك راح يكون الصحن وسط، إذا كانت جوا راح يكون الصحن يعني 100%. شيف أيمن ترك الملعقة جوا الصحن، عن جد طلع بشهاب، طلع بمحمد، حسينا شوي إنه يمكن الشيف أيمن حاز لشيف وسن. شيف محمد إيش رأيك في فكرة الشوربة اللي حضرتها شيف وسن؟ البرزنتيشن سيمبل، الشوربة خفيفة شوية وشوي حارة، يعني في طعم الفلفل طالع. أنا حبيت البرزنتيشن، باهية سيمبل وبش نمشي مع محمد عطية، فما بقرشة فلفل في الشوربة. يعني هيدي الشوربة هي شوربة فيها نعملها بتحدي حرب ساخنة بتوب شيف، ولا هيدي شوربة فيها نعملها كل يوم بالبيت؟ نجم هي بشوربة تاع كل يوم تاع بيت. بعد كل الكلام ده الشوربة لذيذ، شوربة باهية. شيف أيمن سول براسه بس، يعني ما سأل بمين جنبه وعاند إنه خلص هو الشايف وصح. شيف مياد أنت إيش رأيك في الشوربة اللي حضرتها شيف وسن؟ قضيت كل السوب فهو بس بكعب الكاسة كان شوي، فالصحن يمكن كمان اختياره مش كتير موفق. لحسيته في المجمل إن هي مش كفاية على الساعتين، يعني عايزين حاجة أعلى، حاجة تستغلي فيها الساعتين صح، يعني ساعتين كان إيه بيتم فيهم؟ يعني أنت بتحس كان ممكن تعمل شغل أكتر من كده من ساعتين؟ أنا حس إنها كانت ممكن تعمل شغل أكتر من ده في الساعتين. أنا هشوف بعد الساعتين أنت هتعملوا إيه. خلينا ننتقل وندوق طبق شيف بشير، تفضلوا. حطيت المعلقة أنا تبعت الشيف بشير بالنص، عم بطلع الشيف أيمن حط المعلقة هيك، ما عجبه. استغربت، زاكي الشوربة كتير، في هنا علامة استفهام. شيف شهاب الدين، إيش رأيك في الشوربة اللي حضرها شيف بشير؟ طعمها بالنسبة لي كويس، يعني احنا متعودين على شوربة العدس، لما خلطت العدس مع كل المكونات اللي محطوطة حسيت ان هو زحمة شوية في الطبق، حسيت ان انا باكل اكل يعني مش بشرب شوربة. انا بصراحة ما حبيتهاش، ما هيش شوربة، شوربة لازم فما شوربة. هلا التست بالعدس زي ما بنعرفه ببلادنا كتير زاكي وواضح بالطبق، الخبز كتير زاكي بس يعني لو نوع واحد من الخبز كان أفضل. لينا الخبز نقص شوية ملح على الخبز، بس بالنسبة للملح اللي هنا هو مش عامل ده عشان تاكلها لوحدها، هو عاملها عشان تاكلها بالسوف، فكان في بالانس في الطعم. بالنسبة لي أحارب بالأكل مش أحارب بأساليب غير ملتوية. ما حسيته إنه شيف بشير ظهر شوي من التقاليد، بدل ما يعمل خبز محمص عمل التويل بالعدس وعلق من مستوى الشوربة. ما سمعت حدا منكم علق بإيجابية عن هالموضوع، أنا لقلي كانت خبرة حلوة. هلا هون أنا حسيت إنه كل واحد كان بقرار. شيف مارون درس استراتيجية بتاعتهم، فقدنا التواصل مع بعض فصرنا ضايعين، يعني حتى ما عم نفهم مع بعض شو عم بصير. خلينا ننتقل وندوق طبق شيف أسامة. شيف أيمن حتى الملعب على طرف الصحن من تحت، يعني هذا الطبق من الأطباق الأضعف. عم نستغرب في شيء نحن مش عم نفهمه من الشيف أيمن. إيش رأيك في الفكرة اللي حطها شيف أسامة؟ برزنتيشن حلو، أنا نعرفها شربة البصل، نستعملوا بها برشا في فرنسا، ذقتها مرة برشا، وهو البصل محروق شوي. مرة؟ أنا حسك عم تتبع استراتيجية على شيف أسامة. لا ما يش استراتيجي حقيقي، هذيا ما يش تيست اللي عندنا في فرنسا. كلكم بتوافقوا شيفس انه الشوربة كانت مرة؟ انا مرارة، انا ما حسيتش في الشوربة بمرارة. شيف مياد حسيتي بمرارة؟ لا ابدا. شيف محمد؟ لا ما حسيت بمرارة، بالعكس يعني الطعم واضح وخصوصا شمزيت الشوربة، فبصراحة شيف أسامة شغالها صح. يعني 3-1. في 3 ما بيقولوا انها مش مرة، واحد بس بيقول انها مرة، فكده في حاجة غلط ممكن بالنسبة لك. شيف حسن حسيت مرارة؟ لا ما حسيتش بمرارة. شو القصة؟ احنا عم ندوق نفس الصحون، شو عم بيصير؟ في شيء مرمر لك ايامك من شيف أسامة؟ لا ما فهم حتى شيء، هو اخوي شيف أسامة. شيف ايمن اني شوربة لذيذ اكتر، شيف وسن بالعرع ولا شيف أسامة بالبصل؟ شيف وسن. ياه انا ما حبيتش المرارة، انا قلت الحق للناس الكل.
خلينا ننتقل وندوق آخر طبق في فريق صراحة، طبق شيف عبد الله. هلا هون الشيف أيمن عجبه. وأخيرا شيف أيمن مرة. بصراحة كتير طيبة، حبيت كل شيء في الشربة هذية. ريسبكت شيف شهاب الدين، أنت كمان تحترم الشربة دي؟ كفاية على الساعتين؟ لا برضو مش كفاية على ساعتين. ايه حسيت الشيف شهاب استعجل بالكلمة هاي. هيدي الشربة ما فيها شغل ساعتين؟ شو كنت تعمل لو أنت محله؟ يلا باقي شوية ونشوف. زودت الضغط على نفسي، عارب السخنة. حس إن أنا وقعت نفسي شوية بالكلام اللي أنا قلته. بعارض الشيف شهاب بهاي إنه ساعتين، لا ساعتين الشيف عبد الله استغلهم، يعني عامل شغل بالشوربة مبين إنه على لما أجت هاي شوي عليها هيك معناته كان الشيف عبد الله مستغل الوقت كامل. أنا كتير عجبتني شوربة الشيف عبد الله، الشغل بالصحن، التكنيك، كل شيء كتير طيبة. ماني عارفة كيف حتقدروا تتفقوا على اختيار مين الأفضل والأضعف بصراحة. صفينا فريق اسم مش فريق مع بعض على طاولة تذوق. دحين صار وقت يصوتوا على اختيار أفضل طبق وأضعف طبق. شوف محمد، مين في رأيك قدم أفضل طبق في فريق صراحة؟ طبق الشيف عبد الله. شيف أيمن. شيف عبد الله. ياه. عم يتسلى؟ بنلعب. بدي أقول وسام بعدين قال عبد الله. شيف مياد، أنت إيش أفضل طبق بالنسبة ليك في فريق صراحة؟ شيف عبد الله. صار دحين عندنا 3 أصوات لشيف عبد الله. شيف شهاب الدين أنت؟ طبق الشيف عبد الله. فإذا شيف عبد الله بالنسبة لكم الأفضل بنتيجة 4 أصوات. دحين حنبدأ التصويت لأضعف طبق. شيف محمد، بالنسبة لي كان طبق الشيف وسام. شيف أيمن. شيف أسامة. انصدمنا، كان واضح إنه الشيف أيمن مستهدف الشيف أسامة. يعني دحين صوت لشيف وسام وصوت لشيف أسامة. شيف مياد، بالنسبة ليكي مين قدم أضعف طبق؟ شيف وسام. إذا صار في صوتين لشيف وسام وصوت لشيف أسامة. شيف شهاب الدين، الحسم عندك. الشيف شهاب زي الضايع، لا هو عارف ياخذ قرار، يطلع في شمال يمين. مين برأيك قدم أضعف طبق؟ شيف وسام. فإذا بالنسبة ليكم شيف وسام هي الأضعف بنتيجة 3 أصوات من أصل 4. خلص وقت الهجوم، هلا صار وقت الدفاع. إذا فريق السهلة الصعبة شاركتونا تذوق أطباق فريق صراحة، بس دحين خلص دوركم كحكام وصار دور فريق صراحة يحكم على أطباقكم. صفى هلا نشوف فريق صراحة كيف حيقيمنا. أذكركم إنه معاكم ساعتين. توترت وسبب إن أنا قلت حاجة هرجع أتحاسب عليها، يعني المفروض ما أقولش كده. وقتكم يبدأ دحين. غيرنا لبسنا الشيف جاكيت وركض على المطبخ. ساعتين بلش، دخلنا ووزعنا الأغراض، شغلت أبو الفرنين هدول، خدينا كل شيء وبدينا نختمه. مش نعمل زوز السوب؟ الأولى عملت شربة القرع، حطيت فيها القرفة، حطيت فيها ستالانيس، وحطيت فيها رنفر وخليتها تيب. واحدة أخرى إيربس. السوب هي النعناع، الشبت، كسبر وسبانخ. يا شهاب ايه؟ ساعتين. بدل ما نقعد نشكر ونقول الناس عملت كويس، قعدنا نقول الساعتين 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 الساعتين. فرجني بقى بطل على حالك. اول حاجة حطيت ستوك خضار على النار عشان ازود بيه شوربة الكوسة اللي انا هعملها. الشوربة هي شوربة كوسة مدخنة مع السمك والكراكر. سمك هسوزه فيه وبعد كده هلفه رولينج جوه الكوسه الخضراء والصفراء اللي انا هكون نايحها في ليمون وبرتقال. ساعتين يا شهاب. شهاب حط التوتر علينا كلنا كفريق، انه بالساعتين هدول لازم نوري الحكام احنا شو عملنا. راح اسوي شوربه بالارنبيت مشويه، راح يكون معها البرمزان مع المراميه سبومه، عمل سوفيد ارنبيت 3 الوان، كمان حيكون عندي كرامبل من الزهرة والبندق، حيكونوا نفسهم جوا قلب الصحن. كمان جبت الأرنبيت أول شيء قطعته تبلته، حطيت الأرنبيت بالفرن. بنفس الوقت جهزت الخضار لمرقة الخضار. والله الوقت سريع، يعني شاب غلطان لما حكى ساعتين. أنا زدت الضغط على نفسي. اللي شفته من المشتركين لما كنا قاعدين في طاولة الحكام إن كل اللي عمل حاجة كريسبي هو استخدم عيش جاهز. إن هعمل عجينة كراكرز حاجة كريسبي، إن يا ريت دي تكون نقطة حلوة ليا إن أنا اللي أعمل الحاجة الكريسبي اللي أنا هحطها في الطبق. شباب فاضل ساعة واحدة بس. نحن هلأ كل تركيزنا بالطبخ ونقدم أطباق على القليلة ما تحكم علينا إنه نفل اليوم.
عم بعمل شوربة فلفل مدخن مع البندورة كمان المدخنة، وعلى جنبها رح يكون في كاجو كرامبل محمص مع قطعة البطاطا المقلية بالزبدة، بيري البصل المكرمل مع البلسمك. عطلاني الحمل الاستراتيجية تبع الفريق الثاني، بحارب كل شيء متوقع. فريق صراحة ناطرنا على غلطة. بدنا نعرف إذا صراحة عن جد ولا هي استراتيجية عم يتبعوها. إن شاء الله يجيب فريق الآخر يقولوا الحق كما نحن عملنا. مش كلنا كنا عفرت كلمك، يمكن استراتيجية الشيف أيمن غير الاستراتيجية اللي نحن اتبعناها. الشيفين الكل يتعدوا قدامي، أنا حطيت الحق. مانيش باش نكسر الشيفين الآخرين. كله قال الصراحة من وجهة نظر نفسه. النهاردة ما فيش روح فريق، النهاردة كله قال لنفسي. 26 دقيقة يا شباب. كنت مخلص الأساسيات الشوربة، ضل المكملات. طلع شهاب ما كانش جاهز. مالك شهاب؟ إيه؟ مالك مالك؟ حاسس ان انا حطيت جبل فوق كتفي بسبب اللي انا قلته النهارده. اكتر يوم انا تعبت فيه اكتر من حرب المطاعم. ان شاء الله ما يغدروا الوقت ويكون حط حاله بموقف محرج. بعد في 16 دقيقه صار عندي كل شيء جاهز قدامي، بلشت اسكب صحنه. 5 مينت شباب. فجاه بنلاقي جيش بلش يوصل على المطبخ. خوفني. داو معت 10. متوتر بحاول اعمل الاطباق بتاعتي. الحمد لله ان انا خلصت. خلصت كل اللي قدامي، انا راضي عن اللي انا عملته. الساعتين طاروا هيك. خلص وقت الطبخ، وهلا صار وقت فريق صراحه والحكام يذوقوا اطباقنا. مشينا مع الجيش لطاوله التذوق. صحن اليوم سلاح يعني لا بأس به ليدافع عني بالحرب. حاسة إنه شيف وسن هي رئيسة العصابة هنا، شكلها مدياكم تعليمات واستراتيجيات جامدة ولا؟ أيوة. يعني أنت القائد؟ يس. أوف، قائد دكتاتوري معناته. إيش الاستراتيجيات حقتكم؟ تفضلوا. كلمة على القائد. إحنا كنا قائدين داخل فريق الثلاثي. فريقنا فريق الصراحة. الاسم هذا إحنا خليناه عبارة عن غلاف للتمويه صراحة، بس بالحرب ما نحتاج أي صراحة. يعني شكله في ضحايا وشكله في نظرات كذا بين شيف وسن وشيف بشير. لا يا شيف أسامة، والله بشير متعود على الحاجة ذي وعطانا برشة نصايح عشان تسقطوا العدو. عشان نسقطوا اللي حب يسقطنا. طب أنت مين في رأيك حاول يسقطك؟ أيمن. وأنت حتسقطه؟ إذا يستاهل نسقطه نسقطه. أوف أوف أوف. بس ليش جزمت إنه شيف أيمن؟ أنت ما كنت موجود معنا. إحساسي ما يخيبنيش. شكلك من جوابك إنه أنت عندك مخابرات بتاني فريق أو توصل لك المعلومات. أنا ما عنديش مخابرات، مخابراتي ممكن شيف وسن. شيف وسن شو رأيك بهالاتهام؟ أنا بريئة والله والله. يمكن شيف وسن عم تدافع عن نفسها، بنفس الوقت صارت تصفر هون تثبتت علي التهمة. قاعد ساكتة لأنه أنا أمي دائما تقول ما حندم على كلمة أنا ما قلتها. خلينا نستقبل فريق سهلة الصعبة. دخلنا على طاولة التذوق بتاعت الحرب، المرة دي رايحين في حالة الدفاع. يديكم العافية فريق السهلة الصعبة. أتوقع عارفين إيش بيستناكم. إحنا دلوقتي الحرب علينا. فريق صراحة حيشاركنا تقييم أطباقكم. شيف محمد تفضل قدم لنا طبقك. اليوم سويت شوربة الأرنبية المشوية مع جبنة البرمزان والمرمية. بالسبومة هون في البرمزان مع المرمية، وفي الأرنبية ثلاث ألوان معمول كونفيت. كمان عندي تحت الأرنبية في الأرنبية كرامبل مع البندق. تفضل شيف محمد. شيف شهاب الدين تفضل قدم لنا طبق الشوربة اللي حضرته.
انا حضرت النهارده شوربه كوسه بالنعناع وعملت معاها سمك الناجل سوفيد ورليته بالكوسه. الكوسه نقعتها في اسيد وعملت عجينه من الكراكرز بالزبده للقرشه بتاعه الشوربه. شيف شهاب الدين، ساعتين كان كفايه عليك؟ كانوا صعبين جدا. شيف ميادة تفضلي قدمي لنا شوربتك. حضرت شوربة الفليفلة والبندورة المشوية مع الجودة تشيز والكريمة والأعشاب، وبالصحن في قطعة بطاطا معمولة بالزبدة والبابر، قطعة فليفلة مشوية، كاجو محمص، وهيدا البيريه هو البيريه البصل المكرمل مع البلسمك صوص. شيف أيمن، إيش طبق الشوربة اللي حضرته؟ أعملكم زوز السوب اليوم. عندك واحدة في صحنها هي شوربة الليمون جراس، لازم تحطوا شوربة الأعشاب على الليمون جراس. سكند وان عملتكم قرع بالبحرات والسلادين اللي عملتها، فما فلفل راسبيري دراي توميتو، وحطيت شوية فلفل والمنز. للسوسيرة عندي وصخة. في أحد غير شيف بشير؟ الشيف بشير على طول بيهاجم. مش بيه كلام هذوما، مش بيه على الأخر. فريق السهلة الصعبة، صار وقت ندوق أطباقكم ونسمع تعليقات فريق صراحة عليها عشان نعرف مين حيختاروا من بينكم أضعف طبق وأفضل طبق. تفضلوا. هنبدأ بتقييم طبق شيف محمد. شيف بشير، أنت إيش رأيك؟ التقديم بالنسبة لي عادي، نكات حلوة، بس بساعتين أريد أن محمد يعطيه أكثر، يعني ما أشوف بيه شغله هواي يعني. شيف بشير، حرب سخنة، انت حاسس انت اشتغلت اكتر منه في ساعتين؟ انا حاسس انا اشتغلت اكتر منه طبعا. وشيف وسام، انت بتضحك كده بخفة، ايش وراك؟ قل لي. هو قال شربة بالزهرة مع البرمجان، هي شربة برمجان مع الزهرة. انا اوافق اسامة انه طعمها اكثر برمجان من كوليفلاور. مزبوط، حسستوني انه بحرب يعني، والحرب هي تضليل الاعداء يعني، بتكون الامور صح بس نقول عنا غلط مرات على الشيف. حرب ساخنة مو بعد هالما. بشير جنرال قاعد. خلينا نشوف شيف عبد الله فين موقعه، معاهم في الجبهة ولا كيف؟ الملمس تبع السوب عن جد دسم يعني، وهيدي أول سوب نزلت كمان. شيف حسن، أنت سمعت كل آراء فريق صراحة، أنت إيش رأيك؟ أول ما شفت طبق الشيف محمد عجبني البرزنتيشن جدا. لما ابتديت أصب الشوربة حسيت اللي هي تقيلة شوية، بس لما جيت أكلتها كان طعمها حلو. البرمجان بالنسبة لي ما كانش طاغي، البرمجان كان طاغي في الإسبوم بس. طب خلينا نشوف طبق الشيف شهاب الدين. شيف وسن، أنت إيش رأيك؟ ما حبيت الطعوم، أحس إنه كان يبغى لها توازن أكثر. أفكار جميلة بس ما حسيت إنه الطعوم جت على الفكرة والشكل الحلو. شاب دائما يشتغل على الشكل أكثر من النكهات. سمك ما أظن إنه حاط له أي توابل أو أي منكهات أو أي شيء يروح الزفر مال السمك. بكل صراحة لما نحاول نشيل الكوسة مع السمك ونأكلها فيها مثل زيت الزيتون عمل مرورة. والكريمة مش متجانسة مع الزيت. تسميها سوب ولا لا؟ ما نسميها سوب، نسميها كريم منكهة بالنعناع والكوسة. شوف حسن، انت ايش رايك؟ هو في الساعتين عمل شغل، بس لو كنا حتى نفس المكونات من غير السمك كانت تعجبني. ما عجبنيش النعناع مع السمك خالص. طب خلينا نشوف شيف مياده ايش عملت لنا. شيف اسامه، عندك ضحكه في وجهك. ديما نضحك يعني، ما فماش احلى من الابتسامه في الحياه. ضحكه عن ضحكه تفرق. يعني الطبق فكرني في الاكل متاع امي بالرسمي، احسن تكسر في الشربات، اما الطعم ينسيك في كل شيء. اوف عجيب، نحن في حرب دوبنا كنا. بس انا عجبني الاستراتيجيه بتاعتك، طلع بحرب حقيقيه يعني. وانت يا شيف بشير؟ احس بشيف ميادة عم تقدم اسبوع ورا اسبوع، وشغله يصير من احلى الى احلى. بس دوبك كنت بتقول انه شيف محمد ما حاطط شغل في ساعتين، انت شايف ان شيف ميادة حاطه شغل في ساعتين؟ النكهات اللي بالصحن نسيتني كل شيء موجود. طيب انا سترك، انت تنسيت. يعني شكلكم تبوا تنجحوا شيف مياد من ضحكة شيف وسام وكلام شيف بشير. طيب شيف عبد الله، انت ايش رايك؟ بشكل عام حبيت كيف شيغلي يعني، حاطه كذا ملمس بالصحن، كل نات الكراميل تبع البصل اللي عملته كتير طيب، بيعمل بالانس للسوق كله لما ياخذها لقمه واحده. شيف وسام، عجبتك النكهات؟ النكهات حلوه، الشكل مش زي الشوربه الاولى والثانيه، التقديم كان اجمل وطعم مالح. شيف حسن، انت ما انت داخل معاهم في الحرب، ايش رايك في الطبق اللي حضرته شيف مياد من نكهاته؟ بصراحه عجبتني الشوربه، بس الحموضه كانت ممكن تخفها شويه بتاعت الطماطم. خلينا ننتقل ونقيم طبق شيف ايمن.
بتدور على الغلطة؟ ندور على الطعمات. طعمات؟ يا طب ولقيتها؟ بالنسبة لي ما لقيتش برشا طعمات، لقيت سوب الأعشاب اللي هي كولي مش سوب، يعني ماخذ الأعشاب نزلهم في السنتريفيجوز نتاع العصير وعامل منهم كولي. البومكن فيه طعم الحلاوة، يمكن حاطط فيه عسل ويمكن حاطط فيه برشا قرفة. كيف بتدور على الطعمات إذا قد كده حسيت في القرفة؟ هو قال خلطوا الطعمات كلها، نحب نلقى الطعمات الكل مع بعضهم وين يوصلوا معنا. يعني وصلوك للقرفة؟ وصلوني للقرفة وبس. اوكي. يعني ما عجبتك؟ لا. هلا حاسس ان الحرب كتير سخنت معكم، خاصة معك شيف أسامة، بينك وبين شيف أيمن. ليه نحكم على الطبق مش نحكم على شيف أيمن؟ واحد مع واحد يساوي اثنين. الشربة متاع الأعشاب ما هي الشربة كولي. استنى استنى استنى، لا لا، اثنين من أربعة مش شربة بالنسبة لك. على فريقك أكيد هتقول لي شربة لذيذ، بس مش فريقك بتقول لنا ده مش شربة. في شيفات ما اتبعتش تحكيم فرع الأطباق، أخذت الأمور شخصية. شيف عبد الله انت ايش رايك؟ انا بالسوب اللي عملت اثنين سوسيير للسوب، فما بعرف حسيت مثل كانه عم يقلدني هون. بس هي مش الاول مره اشوف شوربه باثنين الوان، مش جديده صح؟ بس عايز توقع. انتوا فرقك غريب جدا بصراحه. شيف بشير انت كمان شكلك ضعت. دخل صراحه دخل. الحق على شيف اسامه. لا مو شيف اسامه ندوخ، نكات هنا ندوخ صراحه. ليه انتوا شيف اسامه جايين حاطين شيف أيمن بالمرصاد؟ تحدي هو شوربة. تحدي هو شوربة توب شيف، مش شوربة أمي أو أمك والبيت. الشوربة فين تبسط الحاجات، فين تمشي معك، فين تعقد الحاجات، فين تضيع وتضيع الناس اللي معك. أنت ضعت ولا لقيت حالك؟ أني ضعت طبعا، ضايع. يمكن كنت عاود شيف ميادة تجيب لي صحن آخر نرجع لنا. بس أنا شايفة شيف وسن قاعدة تستمر وتأكل من الشيبس، شكلها عجباك نكهات شيف أيمن. في البداية لما دقت الشوربة الخضراء استغربت على الطعم، بس مع شوربة الليمونغراس صار في طعم جديد. يعني ما دختي ولا صدعتي ولا سلك كل دي الأشياء؟ بالعكس بالعكس. يعني عجبتك النكهات؟ أكيد تعجب النكهات. ليه أكيد؟ إحنا بالحرب لازم كل واحد يخلي الأخوة والصداقة والمحبة بصفحة ويجي الحرب حرب. يعني شيف وسن مخابرات عشانها صديقة لشيف أيمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هذه هي الرسالة اللي من أول بتحاول توصلها؟ وصلت. هي اللي حشتها مو إحنا اللي حشيناها، والقرع مشترك بينهم الاثنين، حتى إذا أنتوا غيرتوا المواد اثنينهم يستعملون نفس القرع. وسن عندها هدف معين إن هي تحمي أيمن في الحرب. وكان اسم التيم الصراحة، أنا كنت صريحة في كل الأطباق. يعني أنتوا هلأ ثلاثة شيفس ضد شيف وسن، يعني إحنا كنا نلعبوا ثلاثة ضد خمسة. بعد ما دقتوا أطباق فريق سهلة الصعبة صار وقت التصويت. برأيك شيف عبدالله مين أفضل طبق من فريق سهلة الصعبة؟ طبق شيف ميادة. شيف وسن؟ شيف عطية. هون لبعد عنا الشكوك فقالت إنه شيف عطية هو أحسن طبق. شيف أسامة برأيك مين أفضل طبق؟ طبق شيف ميادة. دحين صار صوتين لشيف ميادة وصوت لشيف محمد عطية. شيف بشير؟ شيف ميادة. حارب سخنة. إذن بالنسبة ليكم شيف ميادة هي الأفضل بثلاث أصوات. أكيد. دحين حتصوتوا عشان نختار مين أضعف طبق، اللي حيكون معرض إنه يسلم سكاكين ويمشي الليلة. حكموا ضميركم. شيف عبد الله. أضعف طبق من حيث تضارب الطعمات كان طبق الشيف أيمن. شيف وسن تفضلي. شيف وسن أكيد يعني 100% راح تقول أيمن. لا مستحيل. شيف شهاب. فإذن صوت لشيف شهاب الدين وصوت لشيف أيمن. شيف أسامة. أضعف طبق بالنسبة لي كان للشيف أيمن. أسامة شيف يختقر له حساب واللي مسني ينظره. صوتين لشيف أيمن وشكله الصوت الثالث كمان لشيف أيمن. شيف بشير. شيف أيمن. والسلام عليكم. يا تسلح ويموت بيه. من حفر جب ولي أخي وقع فيه. بعد ما خلص الفريقين من التصويت وتم اختيار الأضعف والأفضل في كل فريق، صار وقت نروح لطاولة القرار ونقول كلمتنا الأخيرة. خلص فريق صراحة تذوق أطباقنا وتوجهنا على المستودع. اليوم الحرب كانت كتير قاسية. راضيين أنتوا عن اللي عملناه؟
كان الاسترس عندنا اكثر، لانه زي الشيف شهاب لما حكى ساعتين على اكثر من شغله. طبعا هاي احنا كلنا شغال وخايف. احنا كنا كفريق قعدنا نفكر بالساعتين قبل ما نفكر بالاطباق، صح؟ توترنا من الوقت شوي، زدنا على حالنا الضغط. مرحبا شباب. يا هلا. وصلوا فريق صراحه، اول مره نقابلهم من بعد الحرب الطويله دي كلها. شباب الجيش هلا، حي الله. يعطيك العافيه. ببص في الوشوش كده، احنا عارفين بعض بس احنا دلوقتي في حرب. غريب كانت الاجواء، مع انه الحرب كانت ساخنه بس كانوا كلهم باردين. هاي الحرب مأذية، لان كل واحد مصيره بايدين الثاني. مساء الخير شيف حسن. مساء الخير شيف. شاركتنا طاولة التذوق وعرفت كل فريق مين اختار الأضعف والأفضل في الفريق المنافس، ودحين نبغى رأيك في اختيارهم بين شيف عبد الله وشيف ميادة اللي تم اختيارهم الأفضل في الفريقين. مين اللي قدم أفضل طبق بالنسبة ليك؟ بالنسبة لي أنا طبق شيف عبد الله كان الأفضل. طب بين شيف أيمن وشيف وسن اللي تم اختيارهم الأضعف في الفريقين، مين في رأيك قدم أضعف طبق ولازم يغادرنا الليلة؟ بالنسبة لي أنا شيف وسن. شكراً شيف حسن. بالنسبة لي الحرب بتاعت النهاردة ثابت شرارة جوا كل واحد، ممكن تولع في أي أسبوع جاي. السلام عليكم شباب. وأنت يا حسن؟ يابا أنا والله. والله عملت شغل حلو، والله ينور. بصراحة يا حسن أنت هربت مننا. والله هربت منكم. ربنا معاكم. لما قعدنا في المستودع قعدت ساكتة، لأنه اللي صار معايا في طاولة التذوق كان بالنسبة لي صدمة. هم قعدوا تيم وإحنا قعدنا تيم. شنو رأيك بالتيمين؟ إن شاء الله يحكمون. أنا بالنسبة لي في تيم يحكم تمام وقال رأيه مظبوط، في تيم تاني كانت عنده استراتيجية تانية ما كنتش فاهمها. إحنا أول شيء حكينا إنه إحنا حاطين استراتيجية وكذا، بس بعدين صدق حكمنا على أطباق. مساء الخير شيفس. سلام. أبغى أطلب من فريق صراحة، شيف وسن، شيف بشير، شيف أسامة، وشيف عبد الله يتفضلوا معايا. شيفس، اليوم بصراحة يا ريتكم اهتميتوا في أطباقكم قد ما اهتميتوا في استراتيجيات كيف حتحكموا في الحرب الساخنة. أنتوا هالحرب سخنتوها بزيادة، سخنتوها بالاستراتيجية اللي اتبعتوها، وكانت استراتيجية واضحة وواضحة أهدافها من أول ما قعدتوا. الاستراتيجية بالنسبة لي when we are working in a team to act like a team. وصلنا للحظة اللي بتستنوها، مين اختار فريق السهل الصعب أفضل طبق وأضعف طبق بينكم؟ الحرب كانت اليوم بصراحة بالنسبة لي عن جد قوية. بس أنتوا ما كانش عندكم استراتيجية. لا، إحنا كانت عندنا استراتيجية بالعدل. أفضل طبق بالنسبة لفريق السهلة الصعبة بنتيجة 4 أصوات من أصل 4 أكيد كان لشيف عبد الله. أنا بالنسبة لي أنا ما برتاح لما أحكي الصح اللي شفته. عبد الله أتقول كان أحسن واحد، خلينا نحكي تمام. برضه شيف أيمن شاف معنا إنه عبد الله كان يعني اتفقنا على شيء. شيف عبد الله شربته كانت مرة لذيذة، تقول لي بزلة أشوف بزلة أدوق بزلة، تقول لي سبانخ أشوف سبانخ أدوق سبانخ. الموجود صريح، أنت قلت فريقك الصراحة وشربتك كانت شربة الصراحة. شكرا شيف. طبق واضح، مشغول بتقنيات صحيحة، الملمس، الطعمة، اللون، عندك ساعتين، شغل بساعتين وشغل صح. شكرا شيف. ننتقل لأضعف طبق بالنسبة لفريق السهلة الصعبة. أضعف طبق هو الشيف وسن بنتيجة 3 أصوات من أصل 4. نستنى فيه بشتغل أسامة أضعف طبق معنا. نحن بالنسبة لنا طبق الأضعف هو طبق شيف أسامة. شيف أسامة، أنت شيف في كل الألوان، في التحديات وفي الاختبارات وفي كل شيء طلبناه منك أنت قد نفسك. بس أقول لك الصراحة، اليوم يمكن مرة حطيت وقت كيف تضايق شيف وسن، وقت كيف تحط استراتيجية للحرب، خسرت نفسك صراحة، ما حاربت صح. شيف مونا، ده مش شوربة بصل، ده كارملايز بصل مع مية، ده مش شوربة.
شيف واسن خليني بقول لك حاجه، هم حسوا ان هم عندهم القوه ضدك، وانت بسكوتك ما خليتي هذا الاحساس يجدك تحت. لا، انت قدمتي طبق تحت كل دي الضغوط النفسيه، بس كان يحتاج له اكثر شغل. هلا انا كنت بتوقع انه تشتغلي اكثر على طريقه التقديم، تعملها اكثر ريفايند، اكثر توب شيف، اكثر تحدي الحرب الساخنه. شيف واسن المكونات كان لذيذ، الفكره عادي خالص، المشكله ساعتين نعمل بيوري، يعني this is not asking you for the greatest hits. للاسف شيف واسن، خطوه واحده تفصلك عن مغادره توب شيف الليله، ودي الخطوه هي اختيارنا للطبق الاضعف بينك وبين شيف ايمن اللي انتو اخترتوه انه يكون الاضعف في فريق السهله الصعبه. شيف ايمن انسان انا مره اعزه، فكرة إني أنا وهو حنوقف وحيختاروا بيننا مين حيطلع مرة صعب. تفضلوا. إذا بالنهاية نحن عن جد بمنافسة ما فيها رحمة، عن جد ما فيها رحمة. بعد ما رجع فريق صراحة مباشرة إحنا نزلنا. دخلنا باستراتيجي وبدأ، بس بعدين احنا ضقنا الاطباق، حكمنا على اساس الاطباق بالضبط. يعني ما كنتش دخلت باستراتيجيه خالص، وكنت حكمت فانا من الاطباق. صح، بس احنا بالاول انت ضقت الاطباق، احنا قلنا شيء غلط، ماكو شيء غلط. صار وقت تعرفوا نتيجه تصويت فريق صراحه. افضل طبق في فريقكم بحسب اختيار فريق صراحه هو طبق شيف مياده بنتيجة 3 أصوات من أصل 4. يمكن استراتيجية من استراتيجيتهم. أنا بالنسبة لي شوربة محمود عطية أطيب. زين، أنا استغربت إن أنتوا اديتوا فوت لميادة. شوف ميادة صراحة اللي موجود عندك واحد الشغف، اثنين النكهات. النكهات هو أقوى سلاح بالذات في التوب شات. بالنسبة لي هذه شوربة بيت. شوربة بيت طيبة. هلا هل هي شوربة تحدي حرب ساخنة بتوب شيف؟ لا. أما أضعف طبق في فريقكم بحسب اختيار فريق صراحة هو طبق شيف أيمن بنتيجة 3 أصوات من أصل 4. نعرش كان فهم استراتيجي برافو، كان ما فهمش برافو. نحن بالنسبة لينا طبق الأضعف هو طبق شيف أيمن. كمان شيف أيمن you play with your food, this is what chefs do. What flavor am I supposed to get at the end of all this? Don't have like... Yeah, you don't have the one. That's the problem. You made it more complex than it needed to be. أنا بصراحة بحب الكرياتيفيتي. I respect it. بس when you break the rules, you break the rules that bend. بعرف أنك عامل مجهود عظيم. برافو عليك وخليك هيك. بس لحتى تفاجئني، بك تفاجئني بطعمات تقطع مع بعضها. دوزن نفسك وخلي كل الخبره اللي مره حلوه اللي عندك اياها تلعب معك مو ضدك. مش نسمع شنو الحكام قالوا لي، نكتبها ونحطها في مخ. بعد ما عرفتوا نتيجه التصويت صار وقت نتشاور عشان نختار بينك شيف ايمن وبين شيف وسن مين اللي حيسلم سكاكينه ويغادرنا الليله. تفضلوا. نجم يكون انا، نجم يكون شيف وسام، ما عنديش فكره شكون بيشمشي اليوم. هم اكثر ناس تكتكوا وخموا وكمصوا وجيت في راسي. صار الله. بس كنا قاعدين بالمخزن، جلسوا شيف ايمن وشيف وسام يحكوا مع بعضهم، ما بعرف اذا كانت عم تشكي له همها او هو كان عم يشكي لها همه. الليله خياراتنا محصوره لانه هذه قواعد الحرب الساخنه الاساسيه. لازم ندرس كويس نقاط الضعف على كل المستويات مع شيف وسن وشيف ايمن. يعني اللي حزنني انه شيف وسن اشتغلت تحت ضغط نفسي مره كبير وهي بتحضر شربتها. I was trying to have fun, honestly. بعدين بنفس الوقت الفريق حقي ما كان معايا. انا حاسه نفسي الحالة كنت. بس في النهايه في توب شيف ابغى الاقي شربه تشبه مستوى توب شيف. نحن حتى بالمطابخ حياة على طول فيها ضغط، ضغط نفسي، ضغط الشغل، ضغط التحضير، ضغط الزباين، ضغط كل شيء. شيف وسن ما عملت مجهود كفايه. شيف ايمن دائما he loses focus. One soup, five herbs, all of them together, and then garnish
وطعمت ضايع. وما كنا عارفين شو عم ناكل. He's overthinking and he's not feeling. شيف أيمن شيف عنده كتير تقنيات، كتير شيف شاطر. بس عن جد اليوم لما كنا عم ندوق الشوربة عن جد ضعنا عن جد. صح نكهاته ما كانت قد إبداعه الفكري، بس كان في تكنيكس، كان في شغل، كان في تفكير، كان في تنفيذ. كطعم وثن أحسن، بس كتكنيك وشغل وطبق أي تكنيك وعامل أي تكنيك أجيب خضار أضربه خلاط أعمل لك أربعة وتعال خبطه بالصحن. والله وثن عامل شوربة أحسن من أيمن. بس كمان ما نقدر نقدم طبق قد كده بسيط يعني معليش. يعني ما تقدر تنافس بدال طبق في الحرب الساخنة معليه. هي هنا وهو هنا. هي plays it safe. الثاني wants to skydive without a parachute. يعني ده الفرق. قرارنا صار واضح ونهائي. واضح. خلينا نزامهم عشان نبلغهم اياهم. عن جد انا كنت زعلان لوسن انه ليش تتعاملي بحالك هيك؟ كان فيكي تكوني معنا على نفس الموجه وتكوني عن جد انت اليوم مثلك مثلنا بالسيف زون. They give you my place. You take it or not? What? Answer me now. No, man, don't. Don't, don't. Please don't. بتحدي الحرب الساخنة تحضير الشوربة بمستوى راقي منه تحدي سهل. واللي ما كان سهل كمان الأسلحة اللي استعملوها الفريقين ليحاربوا بعضهم. شيف أيمن الليلة انشنت عليك حرب من كل الجبهات وقدروا خصومك يستغلوا نقاط الضعف بطبقك. شيف وسن ما في جهد بطبقك وخصومك بالحرب الساخنة وضعوك بموقف محرج. الحرب الساخنة مع الأسف رح تنهي مسيرة واحد منكم بتوب شيف الليلة. شيف وسن سلم سكاكينك وامشي. شكرا. سايبة صحابك يمشوا سايبة برشا. شيف وسن لتوصلي لهون منو هين، لتخوضي معركة الليلة كمان هذه معركة كانت كثير صعبة عليكي. شيف وسن أنا دائما أتأثر لما يمشي المتسابقين من توب شيف. اليوم أديتيني نوع من أنواع القوة لما شفتك كيف كنتي واقفة وما أثر فيكي إيش هم كانوا بيقولوا عليكي وما جاوبتيهم بالمثل. بالعكس السكوت مو ضعف، السكوت قوة. كنت قوية وهذه أحلى طريقة تخرجيها من توب شيف. شيف وسن، today there's nothing wrong with the food that you produced, but I think that you're working in a tough team. Sometimes your teammates aren't going to be as kind to you, so you always have to watch your back, work harder, keep your nose to the grindstone, never give up, and always keep the eye on the prize, which is your personal growth. Thank you. Thank you. Thank you so much, Hank, this opportunity. مشواري في توب شيف خلاص. I'm going home. فرحت وارتحت إنه الشيف أيمن حيقعد. My best friend is leaving. تعرفت على ناس مرة حلوين، مرة طيبين. حاولت إني أنا أبين نفسي قد ما أقدر، تعلمت كثير. ما كنت أقدر أتخيل إني أنا أقدر أشتغل تحت الضغط. خلصت. حسيت من وراء هذه الخبرة إنه أنا من جد اخترت طريق صح لأني أكون شيف. يعني مرة 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 فخورة من نفسي لأنه ما في بنات إماراتيات كثير في مجال الطبخ. أتمنى أن أكون إنفلونس بالنسبة لهم. صار وقت أني أنا أروح وأتعلم أكثر. في الأسبوع الثامن هالمرة كانت غير. أكيد عجبتكم دي المفاجأة الصباحية الحلوة. حدش فاهم حاجة. وقتكم يبدأ دحين. خلينا نخش على التحدي. بعض المكونات ممكن تتوافق مع بعض. الخلاصة من ده كله إيه في الآخر؟ إيه الدخنة دي؟ شيء يحترق. يا حبيبي. صعيبة توب شيف صعيبة. مخي بطل يستوعب شو بدي أعمل. هيظبط مش عارف، هنطلع حاجة حلوة مش عارف. It was
a joy to eat every one of your dishes. وأنا كثير فخور بالبالانس. Yeah. أيوة. أنت عريف.